محليا، أعرب رئيس وثاق سطيف حسن حمار والمدرب السويسري آلان جيجر وبعض اللاعبين في الفريق عن سعادتهم بالفوز الكبير المحقق أمام شبيبة الثورة، بينما أكد مدرب الثورة كريم خودة أن فريقه ارتكب العديد من الأخطاء كلفته هزيمة قاسية. جد سعيد بهذا الفوز هذا، أول مقابلة اللي فزنا يعني بالنتيجة ثقيلة 3-0. La seule fausse note aujourd'hui c'est l'expulsion de Jamel qui était inutile. Il aurait pu donner son ballon bien avant dans l'action de jeu. La deuxième mi-temps a imposé notre jeu tana درنا بلوكو ومركينا les deux buts الاخرين. اليوم لعب 20 minutes الماتش اللي فات لعب 5 دقائق. كل ماتش ان شاء الله نزيدوا الوقت شويه لو طون اللي نعاودوا ان شاء الله ريكوبيرو ان شاء الله 100%. On a eu des problèmes sur le plan technique. On a fait des erreurs qui nous ont été préjudiciables. L'entente nous a punis sur 3 pertes de balles. Aujourd'hui, on est tombé sur meilleur que nous. وفي العاصمة أكد مدرب مولودية الجزائر لطفي عمروش أن تضييع الفرص فوت على فريقه نقاط اللقاء أمام اتحاد الحراش. بمقابل هذا أكد نصر بشوش مساعد مدرب اتحاد الحراش أن النتيجة لم تعكس أداء اللاعبين. On n'a pas créé beaucoup d'occasions, certes, mais il y a des derbites, la balle de difficulté. On a raté deux occasions, c'était net. On n'a pas profité de ces occasions, c'est ça le derby. Aujourd'hui, on s'est neutralisé, les deux équipes, elles avaient un petit peu peur. Elles avaient un petit peu peur. Mais bon, alhamdoulilah, on n'a pas perdu quand même. Alhamdoulilah, un point qu'on a, on peut gagner le match, mais un point qui m'a fait baraka. نص بلي احنا سورتو كنا نحوسو نحبسو لا سيري هادو تاع لي ديفات. الحمد لله جو بونس بلي اليوم الماتش نيل هذا يساعدنا بزاف. اي الحمد لله كنا اليوم بيان كونسونطري سوليدار في التيران ودرنا ريزولتا ان شاء الله. نساو هذا الماتش ونحضروا المباراه الجايه. في جديد محترفينا، سيكون الدولي الجزائري اسلام سليماني حاضرا في ديربي كاس البرتغال الذي سيجمع فريقه سبورتينغ لشبونة بالغريم والجار بنفيكا لشبونة يوم 5 مارس المقبل حسب ما كشفت عنه يومية أبولا البرتغالية. عقوبة سليماني سيعلن عنها في منتصف مارس، وهو ما سيسمح للدولي الجزائري بالمشاركة بانتظام مع فريقه. وفي فرنسا أكد الدولي الجزائري رياض بودبوز بأن تألقه في مباراة العودة لناديه مونبولي يسعده، مضيفا بأن مباراة ليل اليوم هي الأصعب في الفترة الأخيرة. D'être efficace pour l'équipe, de faire briller les attaquants que j'ai devant moi et pour l'instant, on va dire sur la deuxième partie de saison, ça me sourit et ça sourit à l'équipe. Donc tant mieux. On essaye de nous les joueurs offensifs d'être efficaces à tous les matchs. Mais je pense que sur la phase retour demain, Lille, ça sera le match le plus difficile et il faut se le mettre dans la tête parce que je les ai regardés jouer les deux derniers matchs et c'est vraiment une équipe très très difficile à jouer, c'est bien regroupé. عودة إلى أخبار الوطن، صادق أعضاء الجمعية العامة العادية للجنة الأولمبية الجزائرية برئاسة مصطفى براف على الحصيلتين المالية والأدبية بالإجماع بحضور 55 عضوا من أصل 82، وتم خلالها اعتماد اتحادية الريغبي التي أضحت رسميا تحت لواء اللجنة الأولمبية الجزائرية. كما تم ضم عنصرين نسويين إلى مكتب اللجنة الأولمبية، ويتعلق الأمر بكل من نسيمة جاووت ونسيمة فرجاني. التغطية للزميلة مونيا ذهبي. النشاط الأولي هو من غير هذه النشاطات اللي هي اجتماعات، هو كيف وضع ميكانيزم لكي نرى أبطال في كل الرياضات ليشرفوا الجزائر في عبر المنابر الدولية. وعندنا كما يخفى لكمش عندنا الألعاب الأولمبية القادمة في البرازيل. هو والحمد لله نقدر نقول اليوم باللي الحركة الرياضية والأولمبية الجزائرية راهي في جو تاع هدوء، جو تاع السلم. لو روغبي aujourd'hui qui est mondialement reconnu qui est un sport majeur dans le monde a été olympique depuis 2012. Et donc c'est avec une grande satisfaction qu'aujourd'hui en 2016 notre fédération puisse intégrer le comité olympique. هذا وتم تكريم العديد من الأبطال الأولمبيين السابقين على هامش أشغال الجمعية العامة العادية، على غرار بطلة أولمبياد سيدني 2000 نورية بنيدة مراح وحسيبة أبو المرقة وأيضا عبد الرحمن حماد، إلى جانب
إلى جانب والي ولاية وهران عبد الغني زعلان وأبطال آخرين تم تكريمهم بوسام الاستحقاق الأولمبي إلى جانب شخصيات رياضية أخرى بالميداليات الشرفية. غير هكذا من المستحيل باش ننجحوا. فنتمنى أن التكريمات كما تاع اليوم هذه ما تطولش، لأن نكرموا بالنداء ربحت ميدالية في سيدني 2000 حتى 2016 باش نعطيوها يعني لو ميريت اولمبيك شي شويه ثقيل. التحضير المادي احنا انطلقنا خاصه في المركب الرياضي الاولمبي تاع وهران، قطع شوط لا باس به من الاشغال، هو اللي راح يحتضن اغلب المنافسات الرسميه، المدينه القريه الاولمبيه نفس الشيء. اكد سفير البرازيل بالجزائر ادواردو بوتيو باربوزا على ان البرازيل جاهزه لاحتضان اولمبياد ريو دي جانيرو هذا العام، مبرزا بان فيروس الزيكا لن يؤثر على هذا الموعد العالمي الكبير. Nous avons cette savoir-faire accumulé nous et ça nous permet de garantir une bonne organisation comme c'était le cas des Jeux Olympiques vous avez vu et vous dire en toute tranquillité qu'on est prêt. Nous avons mis beaucoup de moyens pour commencer à développer des vaccins et des kits de tests pour pouvoir avoir des tests rapides sur le Zika. وبهذا الخبر نأتي وياكم إلى طي أوراقنا الرياضية. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.